سعيدة. ناتالي نعوم هالممثلة يلي عرفناها كلنا عبر مشاركتها ببرنامج الأسأل شي، اليوم على المسرح لأول مرة في مونودراما تحت عنوان من كفرشيما للمدفون على مسرح التياترو فردا. أما عراب ظهور ناتالي فهو المخرج يحيى جابر لتكون هيدي المسرحية الثانية اللي بيطلقها بظرف شهر ونصف بعد مسرحية مجدرة حمراء مع أنجي ريحان. من كفرشيما للمدفون مسرحية كوميدية بتلعب ناتالي شخصية لورا وبتسرد خلال القصة عن يوم عيد ميلادها وعن علاقتها بزوجها جبرائيل ابن الأشرفية وصديقتها كارولين من المدفون، وبتستذكر بعض الأحداث الماضية لتكتشف بعدها خيانة زوجها مع صديقتها. جوزي جابي اسمه الأصلي جبرائيل، بعدين صار جابرييل، بعدين زم صار جابي، بعدين طارت لي صار جاب، بعدين طارت البي صار جاب. هاي جاب يعني هي المسرحية فعلاً إلى حد ما عكس السير الطوائف، عكس السير المناطقي بشكل أو بآخر. بنت اسمها لورا ماشي هي وجوزها بهالطرقات بقلب منطقة بين كفرشيما مدفون، هذا المصطلح المسيحي اللي كان وقتها. بس أنت بتعرف حبيبي منطقة التباغيث بالأشرفية محل ما نحن عايزين هلا، شو كان اسمها بالأيام الغابرة يا غابي؟ لأنه هيدا أول مرة بوقف فيها على المسرح، بس تحدي حلو كتير لأنه مع يحيى جابر في نص كتير حلو وفي تجربة بتختلف كتير عن كل شيء مرقت فيه بحياتي. من كفرشيما للمدفون شو بدنا نقول عن المسرح؟ مثل ما الناس بيعرفوا يحيى عم بيحكي عن البيئة مثلا السنية، بيحكي عن البيئة الشيعية، البيئة المسيحية اليوم حتى بكادر من كفرشيما للمدفون، بس بالآنية يعني في المرة يلي هي أنا لورا عم تحكي عيد ميلادها اليوم، عم تحتفل بعيدة، بس بقلب المسرحية عم ترجعنا لا كفرشيما والمدفون لهالبارتي، مثل انه بتضويلنا على الجرح يعني بتحرك فينا الجرح بس بنفس الوقت بطريقه كوميديه. مرمتر ومرقولة حلوة ومرمرون. ايه جابي بس هلا مار مخايل حمل أشرفية ولبنان كله، لأنه بكنيسة مار مخايل بالشياح صار في أهم تفاهم بست شباط 2006. زينب قوليله. وبإطار المقابلة اللي أجرتها كاميرا جديد مع يحيى جابر، الممثل زياد عيتاني كان حاضر أيضا بالأسئلة والأجوبة. اليوم طلع زياد عيتاني، اشتقت له بالمسرح؟ زياد عيتاني مسرح له مسرح، هو في قرر حياته مسرحية، ألف مبروك له وبتمنى له كل خير وكل سعادة. شو بدك تقول له كلمة أخيرة لزياد؟ موفق وألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، بتمنى له كل خير وكل سعادة. لهم مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، بنشوفكم، باي باي.